صباح الخير يا أحمد. صباح الخير يا معلمتي. هل أنت مستعد لدرس اليوم؟ بالطبع مستعد. إذن هيا لنبدأ معا. ماذا ترى في هذه الصورة؟ أرى شمسا ساطعة. ومن خلق الشمس؟ الله خلق الشمس. ماذا ترى في هذه الصورة؟ أرى قمرا في السماء. ومن خلق القمر؟ الله خلق القمر. ماذا ترى في هذه الصورة؟ أرى طفلا ينظر للسماء. ومن خلق السماء؟ الله خلق السماء. ماذا ترى في هذه الصورة؟ أرى نجوما في السماء. ومن خلق النجوم؟ الله خلق النجوم. ماذا ترى في هذه الصورة؟ أرى أشجارا كثيرة. ومن خلق الأشجار؟ الله خلق الأشجار. ماذا ترى في هذه الصورة؟ أرى طفلا يرسم الجبال. ومن خلق الجبال؟ الله خلق الجبال. ماذا ترى في هذه الصورة؟ أرى نحلا يطير في المنحل. ومن خلق النحل؟ الله خلق النحل. ماذا ترى في هذه الصورة؟ أرى حيوانات تمشي في المرعى. ومن خلق الحيوانات؟ الله خلق الحيوانات. ماذا ترى في هذه الصورة؟ أرى طيورا في السماء. ومن خلق الطيور؟ الله خلق الطيور. إذن الله خالق كل شيء. نعم، وهو على كل شيء قدير.